الاستغفار، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر في اليوم الواحد 100 مرة، وكان مغفورا له، هو يستغفر وليس عليه ذنب، لأن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فنحن أولى بالاستغفار، فعلينا أن نستغفر في كل يوم 100 مرة. خذها قاعدة في الحياة، حسبنا الله ونعم الوكيل هي المدافعة، المكافح عنك هي الدرع الواقي، هي السور العظيم، هي الحصن، هي سيفك. إذا أتاك خبر قالوا ترى عليك قضية، قل حسبنا الله ونعم الوكيل. قل سمعنا أن فلان يدبر لك مكيدة، قل حسبنا الله ونعم الوكيل. قال جلسنا مع ناس يتآمرون عليه، قل حسبنا الله ونعم الوكيل. تتبعت أيها الإخوة الناجحين في الحياة، فوجدت أن سر نجاحهم بر آبائهم وأمهاتهم، وتتبعت الفاشلين والمخزيين واللي في السجون ولا داشرين ما فيهم خير، فوجدت أن سر شقائهم حقوق والديهم، لأن دعوة الوالد مستجابة. تريد الذرية الاستغفار، تريد المال الاستغفار، قضاء الدين الاستغفار، جلال الهم الاستغفار، الغيث المدرار الاستغفار، القوة في الجسم الاستغفار، أدلة من القرآن، الأمان ودفع الكوارث الاستغفار، طيب المعيشة الاستغفار، قوة الجسم الاستغفار، تكفير السيئات الاستغفار.